ما إن يقترب شهر رمضان المعظم، تبدأ العائلة القسنطينية في اقتناء الفواكه الجافة والمكسرات تحضيراً لإعداد بعض الأطباق التقليدية المتعلقة بالأيام الأولى للشهر الفضيل، والصور ورصدناها من المدينة القديمة بقسنطينة. نشري في الزبيب واللوز، ونشري مشمشاتاني والعين، نديرو طاجين الشباح، وكاين طاجين الباي تعني تخدم باللوز. عين بقرة بالقوق، نشريو مشيمشة، نشريو الجوز اللوز باش نديرو معاه الوحدة مع البرقوق. رمضان لازم حاجة حلوة، لازم طاجين الحلو هو الأول تاع قسنطينة، لازم طاجين الحلو هو الأول يتحط لنا أول رمضان، لازم ما كانش اللي ما يديروش كي الزوالي كي المغني. إقبال لافت للزبائن على الفواكه الجافة بالنظر إلى أسعارها التي عرفت تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعام الفارط من جهة، والاقتراب أعظم المناسبات الدينية من جهة أخرى. وما الدخلة تاع رمضان، الناس كي تقعد سمانة 10 أيام يكون إقبال تاع المواطنين إن شاء الله، وشوية لي بري نقصين على العام اللي فات، العام اللي فات كانت سومة وسنة طاح ورجعوا بشوية. خويا إحنا كل عام منين يبدا قبل رمضان بشهر 15 يوم هكا يجيونا الغاشي على المكسرات والفواكه الجافة، عندك الاناناس الكيوي البنان البراز، عندك المشيمشة العين. المشيمشة طايحة 190، عام الاول 220 شريت انا العرس 220 ودرك هاي 190، خير من اللوز كان قريب 290 100 و150. اقتناء المكسرات والفواكه الجافة قبيل شهر الصيام لاستقباله بأشهى الأطباق التقليدية عادة تأبى العائلة القسنطينية التخلي عنها جيلا بعد جيل.